أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعل أيامكم وأيامنا جميعا أعيادا. إيث مثلا الساقيني أدن مسلاي في جديث أكت شرعيث تشرعيث إقسعان إزوران ذي ثمتي النغ ذي الأمة النغ ذي ثمورث النغ أكت جديث ثانصليث إقسعان إزوران أرض شرعيث أيث مثلا الأمة النغ الحمد لله قبل الإسلام أما كان تخصم ذي التاريخ سقول يصفان من بعد الأمة ترفض أغفل من الدعوة إلى الله تصوضيث لكل مكان الأمة إقفنان الجوامع أي غر خطر الساعة الساعة في سمين في الدين وقيمات مسلاي غك في الجزائر مرة من بعد مسلاي في ثمورث القبائل ثمورث الزواوة بوجه خاص ثمورث النغط سين سلمت والحمد لله رب العالمين رضيت بالإسلام دينا وربنا سبحانه جل جلاله إمي ديننا ذي القرآن الكريم خاصة في سورة المائدة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الجزائر النغ سيني قبل الإسلام سيثمورا ثمزورا وثقبلي ثقاطبة يعني أكوي جزائريا ذين سلما ولكن بعد يثمثا لات تحديات لنوكورا إم قرانا الأمة الناغ لفذاث غال الشرع أرث نسلمس بشد السوجد أم شرث قافل أورفان أم شرث قافل يغفلان أمش أرث قافل أوكورا إتقافلا عبر التاريخ ما إلا سمح ميي أدهضرا في الشرعيث في جديث ذي منطقة القبائل نغ منطقة الزواوة وذواقي إذا الموضوع الأساس للدرس بوسا ما يرضى ربي سبحانه عز وجل ثمور سمناس الزواوة أولا قيث مثلا زريغ ذاين السلم ولكن ذو كذ كانت وكذا أخطر مي كثر ذيك الزوايا يعني ثم عمرين أولا قي ثم عمرث يسعى المعنى يسعى المقصود يساد سقوال العمار يعمر أولون سل إيمان يعمر اللغن سموسني سل القرآن سل فهامة ثم عمر عمار للقلوب بالإيمان وعمار للعقول بالقرآن والفهم والعلم أولا قنت معمرث أيث مثلا إمي كثرت معمرين ذي ثمورث النغ سما ناس العلماء المؤرخون بلاد الزواوة وقذ يون المعنى غام زوارو باش اذا نفهم باللي ثجديث النغ ثانصليث النغ سعى إزوران أرض شرعيث في معمرين ذا شو خدمت صغراينت القرآن أول ربي القرآن الكريم يلا ذي ثمور النغ سواطاس أتصم السناون دي زورن ثمور النغ السيسن الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله السيسن الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وغيره من العلماء الأجلة فكانت شهادة سن باللي القرآن أثن ذي الأمان أثن ذي الخير ذي ثمور الجزائر مرة وذي المنطقة يقيث مناطق الزواوة الكبرى
خاصة ذا شو ذي السبا إمي ثم عمرين خذ منت الواجف نسنت صغرنت أول ربي سبحانه عز وجل أشحنت مع عمرين يسعان القرون منذ تأسيسها القرون وشحال مسناون ذي الجزائر مرة إيوين ثم مسنين سن سيث مورث القبائل سيث معمرين القبائل أما سيدي سحنون أما سيدي منصور أما سيدي عبد الرحمن اليلولي يوكثي معمرين مرة إيقلاني ثم مورثنا فكانت دي القرآن فكانت ثم مسني الجزائر مرة لامر ويسين يخدم إخدمت ثم معمرين صغرين تعرف ثم سليثقي تعرف أي غار خطر ذنتساث يسيد يوسى القرآن استعرف في ذي نزل ربي سبحانه بلسان عربي مبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا اللغة العربية هي وعاء القرآن لذلك كان الأمازيغ خداما للغة الضاد قد شنف تعرف إيمي القرآن ينزل في ذي ربي سبحانه عز وجل اللغة العربية ونسعى تصيم السنوان السيسن ابن معطي ربي رحمه وأمثاله هتصي قلان إقدشن في ثيني عنان ثم سليث تعرف الأمر ثلاثة في معمرين سفغن تد المجاهدين والمجاهدات سفغن تد الأبطال سفغن تد الفاتحين سفغن تد إرجازا نزمان إرجازا يسعان النيف ذو الحرمة يسعان في سمين يتحارفن في الدين يتحارفن في الوطن وذين تحصم يثمثن التاريخ أستاذ شاهد يفكيغد شهادة أشحل الأبطال إذ يفغن سي ثم عمرين الأمر وايض يخدم ثم عمرين كذلك الشاين تيم سفريذن أم سفريذ ما يعداد أريد فاذ أريد زل أريد صلاة أريد صلاز إهليلا إمغفان إوجيلا ثجال الطلفة إجقارن في ثمامرين سالجهود للمواطنين أتف تمغارت ما سعى سنة نريت لا ثمزيت أدف كيوث نريت لا إوذ مربي إثم عمرت أتفض ذا فلاح يسوف يبيد النعمة يسمى ذمزينا ما ذيرذن يتسكد الحق الطلفة الحق نتمعمرين أكن ما لن قد شن في ثمعمرين باش هذا نفهم بلي مثلا إمزورة سعان في سمين في الدين سعان في سمين في الشرعيث سعان في سمين في القرآن الكريم كذلك المظهر الثاني المشرق من مظاهر هذه المنطقة منطقة زواوة الكبرى بناء المساجد والكل يعلم أن هذه المنطقة العدد نتاع المساجد في هذه المنطقة كثير جدا ومشاريع بناء المساجد أيضا موجودة وكثيرة أيضا يحمل دلالة هذا الأمر دلالة أيضا عميقة على تعلق مواطن هذه المنطقة بالدين وترجمت معاني تلك المحبة عمليا من خلال بناء المساجد وتشييدها وتوسيعها الجوا معايا ثمثل لان ذي كل مكان زرام ثمورث الناغ ذي ثورار ماشي ذين سهلا ولكن ذارقا سمطوث مزي مقر أقد شن فنان الجوامع ولو كان مصليات في مشطح يعني تحصام خاصة ذي الوقت ننزيك ولاش الوسائل مساء أهات ولاش كاميونان ولاش ليقريا قنتورا حاملة الأثقال وخصني فرذان يخص كل شيء الله الله الميزيرية الاستعمار سجاه النظام ولكن مسعان ثسمين في الجوامع فنان الجوامع فقي رسالة مهمة إلى شباب اليوم باش يعرف شباب اليوم أن السلف في هذه المنطقة المباركة يحملون غيرة على الدين وترجم غيرتهم على الدين بالعمل ببناء المساجد والزوايا واستقدام رجال العلم من مختلف المناطق نشرا للعلم والقرآن باش نحصو يثمثا بلي مزورة جاند الجيل بوسا أو هرب ديني أكن دين ربي القرآن الكريم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
وأقول للشباب كونوا من السابقين أو من اللاحقين ولا تكونوا من الماحقين. إليكن سي السابقين نغ إليكن من اللاحقين، والفضل للسابق وإن أحسن اللاحق، ولا تكونوا من الماحقين. أين يعني الجوامع المظهر الثاني المظهر ويس ثلاثة غيث مثلا أسمي ديك الشم وعذاو ثمور ثنغ من الزاير الزواوة أم تثم ثمور ثياض أم المناطق ثياض رفذن السلاح باش وجهن أعذاو لا نساقي تسوالي غداكي زدت والنيو لا المجاهدين النوفمباريين، يعني قياسا على البدريين النوفمباريون وقذي حضرا إثرصاص تم زواروث ذي ثمور ثناغ إمثكر الثورة باش السفغان المستدمر الفرنسي الغاشم. وذي الوقت ما كنت حصام ثورتنا ثورة عظمى، علماء التاريخ في الجزائر وخارج الجزائر منهم شيخ المؤرخين أبو القاسم سعد الله حفظه الله وكذلك الأستاذ يحيى أبو عزيز وغيرهم مخدم المقارنة هي الثورة الجزائرية والثورات العالمية الكبرى بطريقة منهجية موضوعية علمية، وفان بالثورة الجزائرية ورسعة تمثيل تيثمثن بجميع المقاييس. إذا المنطقة النغ ثلا حاضرة ورث غفارة في الوقت الثورة ثلا تحضر ثبرهند ذرقاز سمطوف أكن ملان جهدا، والجهاد المقدس ذي المنطقة النغ ذيون المظهر المشرق ذيون المظهر المضيء المشرق المضيء في تاريخ الجزائر. من الأناشيد نحفظ لكم مزيثة في مغار نزيه يا الجزائر يا الجزائر أنضحي الفداء نطفي ذرار نرنا الاستعمار أغف الحورية نعهد الوطن أذويذ يموثن ورنحب سارة ألا من حرد ثمورث عزيزا أتسع اللواء. هذا المظهر الثالث لحضور هذه المنطقة المباركة عبر التاريخ الجزائري المشرق ثلا توجد يرنى الحضور الفعال وكأنها تترجم قوله تعالى في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. مع انتهى الأمة يقين والمنطقة يقين بالذات ثلا حاضرة ولم تكن غائبة رغم القروح رغم الأوجاع رغم التحديات ولكنها تجاوزتها، وكأنها تترجم قوله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فجيت مثلا سي ثلاثة في صربعة ما نغالد غال النظام الاجتماعي النظام الاجتماعي المحكم أساقي توسن ذي الفقه السياسي المعاصر والفقه الدستوري المعاصر بعض المعاني من هذه المعاني موضوع الديمقراطية وكذلك قبل هذه الديمقراطية والديمقراطية الشورى مبدأ الشورى يدينار بالقرآن الكريم وأمرهم شورى بينهم وإن ربي وشاورهم في الأمر. المبدأ كي مبدأ الشورى ترجمه أسلافنا عمليا من خلال نظام اجتماعي محكم ممثل فيما يسمى بنظام ثاجمعث ثاجمعث يثمثن وقذ المظهر الرابع المشرق المضيء في منطقتنا ذاين تحصم يثمثن تجمع سعى غزل ذم قران. اما من ناحيه الشرعيه ذي الميزان نتشرعيث سعى الميزان ذم قران سعى غزل ذم قران
ذي الميزان نتناصليث نتجاديث ذا شو ذي الفايدة نتجمعث أم كي خدم نتجمعث بالمناسبة ما نطفكان اسماون بويقاذ يخدم نتجمعث أم زوارو أقروا اسمي سلامين لامين مراكين لامين انت الدارث لامين وكلمة لامين لقي تسدسي الأمانة والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل ذي غلد النبي يسعى الصفة ذي الهانة طاس سي الصفة ذي سي توسنة طاس صفة الأمانة أو الصفة تيذس كان يلقب بالصادق الأمين ذمذان يهضر تيذس وين يسعى الأمانة إم زورا نغل جدوذ النغ يولهيثنا ربي يوفقيثنا ربي باش هاد السمين يقروا انت جماعث لامين لامين هاكيس قار لامين انت الدارث نغلامين انت جماعث الا واحد اسمس الوكيل الا واحد اسمس الطامن الى الامام والامام حاضر ليرعى قضايا الدين والشؤون الدينيه ماشي ما يتعلق بقضايا الفتوى فهو الحامي فهو المرشد فهو الموجه الا الامام حاضر وكذلك سقويك هذيك الساعة الحق يحضر ماشي باش يهضر أمشطوح يوزامن أقور رمضان مي يوض وقرود يوزام أقور رمضان يوزام أقور رمضان ينكمال يسعى الحق باش يحضر ذي الجماعة باش يحفظ ذا شرع يحفظ أذ يحفظ تا شرعيف أذي سين صواب أذي سين الميزان أذي سين ثق فيليث ونحفظ في مغارن النغ ناند لان سين الصناف لان وقاذي تسمسلاين ثق فيليث لان وقاذي تسمسلاين ثق فيليث وإلا الفرقية راسن لان وقاذي تسمسلاين ثق فيليث معناه اللغة ثم سلايث لان وقاذي تسمسلاين ثق فيليث المعنى يسد الميزان المعنى يسد الصواب المعنى يسد الزف يا وكثي مسالقي مرة اللان ذي ثقفيليث أقرو ذا قامش طوح يوزا من أقور رمضان يسعى الحق ذي يحضر باش ذي يحفظ الصغار الذين أتموا صيام شهر رمضان المعظم لهم الحق في حضور مجالس تجمعث عندهم تأشيرة الحضور ليتعلموا منذ الصغر هذه الموازين الشرعية الموازين الأصيلة لمجتمعنا الأصيل فجمع ثاية مثلا سوكون ذا شو الدور نسي المجتمع أعطاس الدور ينس الدور مزوارو ذا شو حماية الدين وحماية المبادئ وحراسة القيم باش الدين اذي سعو مازال ذي ثمورث اذي ليل فدا يفد عليه الشانيس الامر والسين باش الفضيله والقيم لي فالور في ثبنات متي في ثبنات واشوت في ثبنات الدارث في ثبنا وذروم اذي لين تلانت ذا شو ثنت القيم لي فالور ذي القدر ذي الحرمه ذي النيف تاكمات تاذوكلي سيقا ذاكي مرة وغيرهم سيقا ذاكي ذا القيم سيقا ذاكي يتعسان تجمعث لذلك ما لا ينفق يهود يوثن القيمة من القيم أتفض المجتمع يقف له بالمرصاد أثي تسوعاتي عقب إلا مقارن النظام العقابي العرفي ومن غير نظام العقابي العرفي المنظومة القانونية العرفية نجد لها جذورا ممتدة إلى شريعة الله عز وجل باش نفهم تجديث أكنس ذكول أكت شرعيث إذن الدورة مزوار تجمع في ذوا الدورة والسين ذا شوث خدمة المجتمع أما ذيه الليل أما تجالت أما ذا وجيل وكذا قلت صدع نارا ذي المحل الضعن خطر ثدارت نغ العرش يسعى قرون يتحارف في الضعفاء يتحارف في المساكين كذلك تجمع تخدموا مقارن تأطير المجتمع لونكادرومون تخدم التأطير المجتمع
باش المجتمع يتضعر مش فد قرن يمغارا سواش تربين يمذان وياض سهما إلا هما هما ياقي السيسي فنون في الرقزة سيسي تحارفن في تجديث يتحارفن في تشرعيث يتحارفن في النيفة وكذا الحرمة هما 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 أما كنا في هما ذي جماعة أثنى في ذي الكانون والكانون دي جماعة تواشد ذاغي تربي أثنى في ذي قذروم هما هما ذي كل أمكان يسعى زال يتربي المجتمع وقارن ذي الجديث إن كيون واس يون بمغار يتربي ويقال يا ربي وياض يخدم اسن شغل بروموتور بوسان لونكادرور ام بعد تعدين لي اكزاما تعدين لي امتحانات يون يون يعداو مزوارو ايناس ما شام ثورا لي اكزاما سطورقتين الى اخره ايناسين دوال خطر زيكوال في كنسة زال اسمي لووال يسعى غزال ايث مثلا انزان تفركيوين بلا الكواغاض بلا النوتيرم بلا والو انزان انزان يخامن انزان تزمرين خذ من الغاشي العقود خطر ومن ننسى ربي سنينان من باب الوفاء يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أسني الوسان يساد الوقت الامتحان يعددوا مزوارو إناس يعني الشيخ نسنم قران يسنن ثشرعي في سنن تقبيليث إناس أكديني غير الشيخ نكذا سفرو زيك تزخون مراكين الفريد حدد بوال إناس أربي تهضوضو ليو أرطار ذي وفق جعل ذريمي وذ الفطا ان ديد ذي سوق ثابورث ما يلديت وحنين وريز مير حدا يغلق ولكن الشيخ نيناس رجل الشضض ثغلظض إناس نعم الشيخان دا غلظاغ إناس وقارنا رمدن جعل ذريمي وذ الفطا ان ديد ذي سوق إناس نفغا وري سوقا سواوا لما كنت شفا ما يمغاران تكشمم السواق أثغمت زنوزوم سواوال بلا ثخريط بلا غذريم ملمي الزمر ووال اذي السواق ذي السواق ما يغال ووال يسعى غزال ام شارى دينيغ انا سود قرار جعل ذريم وذ الفطا ان ديد ذي السواق اني جعل والي وذ الفطا ان ديد ذي السواق ذغي عود سد انا سار بيث هضوضولي ارطار ذي وفق جعل والي وذ الفطا ان ديد ذي السواق ثبورث ما يلديت وحنين وريزمير حدث يغلق إلا وين تخدم ذاك الجماعة أثفروا ثيلوفا أغورا إقلان يري مذانا ما تشيذ العيفة السعون مذانا أغورا السعون الخلافات السعون المشاكل أذنغنا ما في ثمورث أذنغنا في الزمورث أذنغنا في التاركة أذنغنا في الشركة شيء عادي باش يضروا النزاع ولكن من خلفان سعان المرجع المرجعية الفقهية الأمة إذا ضيعت مرجعيتها الفقهية ضاعت وتاهت أما إذا حافظت على مرجعيتها الفقهية لن تضيع ويكتب لها التمكين سعى المرجعية نسيذي خليل سعى المرجعية تجمع أماكن تطبيقا والد يوسف في صورة النساء أكن دين ربي ذو واليس فلا وربك لا يؤمنون حتى ثلاث شروط أمزوارو يحكموك فيما شجر بينهم في سناث ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت في ثلاثة ويسلموا تسليما إذا كيف مثل طول غرف اللون ثاقي تجمع وقل المظهر الرابع وكذلك المظهر الخامس والأخير أين يشدن رثموسني أربي الحمد لله منطقة زواوة ذو المنطقة ديورون العلماء إيموسنون أماكن ذي الوقت الثورة ذي الوقت المقاومات الشعبية ثيرود إيرجازن ثيرود ثلوين أريقافلن أعذاو وذاغ ثلاث حضر في جزائر الاستقلال سفغد إيرجازان سفغد ثلاوين يغران ثمور ثنغ ثمور ثيف كنزل إثمو سنين ثمو سني الضوان ذي كثورار انجرجر مرة أما ذي العلماء ذي الشرعيث ذي سيدي خليل أما ذي العلم وياض العلماء وياض في التخصصات الأخرى
الشيخ رزقي الشرفاوي الأزهري في سمان الجامعة ديال زلاسة مسجد الشيخ رزقي الشرفاوي الأزهري وقطب الأئمة من أقطاب هذه المنطقة المباركة الشيخ المولود الحافظي الشيخ أبي موسى عمران الشيخ نصر الدين المشدالي يثمنا الطايد ثمورث القبائل وكذلك أطاس العلماء أطاس الشيوخ أطاس ماشي ذي واثن حسب أطاس مسناون يقخذ من يقخذشن في ثموسني يقخذشن في القرآن الكريم يقخذشن في العلم بمختلف تخصصاته والشيخ سيد أحمد الأدري سيد أحمد وذريس ونساسي الشيوخ العلامة ابن خلدون فغادي نغيث مثنى وها ربي نكني وقذ بسا إلى قان سعوثي سمين تقيري ساثان قاروث أن سعوثي سمين أم كاد نترجم في سمين ناقي النغ ثام زواروث أما كن حملا لجذوث النغ الدين أن حمل الدين النغ واسن في كازال وانقذش فلاس فنان الأمجاد وإلى قاد نسمسلها كان في الأمجاد إمزورا فنان خذمان إلى آخره الأجداد بنوا أمجادا نحن يجب أن نبني أمجادا على أمجاد تقول تمزواروث في سناث سعن النيف والحرمة كذلك في الوطن في ثمورث ذا كذلك إلى قنسع النيف ثمورث النار لا نستحق الحياة في وطن لا نحميه لا نستحق الحياة في وطن لا نحميه باش نسعو الحق أن نعيش ثمورث النار إلى قنسعو ثي سمين في الوطن النار أثنحرز وأثنفنو وأنقذش فلاس أماكن يغثد جان إمزورة ذي الأمانة الأمر ثلاثة كذلك أين عنان العملية تجي نشر الدعوة الإسلامية أتنشر ما كنت تنشر نمزوارو عملا بقوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الأمر ويصرف عنقارو إلى الميراث إغد جاني مزورة إلى قثن حرز وإلى قثن سنرني الورثة الشرعيون هم الذين يرثون ميراث السلف ولكن يستثمرون في هذا الميراث يطورون هذا الميراث ويحافظون على هذا الميراث الميراث غد جاني مزورة ورقصد غارة لا ثمورث ولا تزمورث ولكن قصد غدك القيم والمبادئ والأعراف الطيبة ثشرعيث ثانصليث ثقفيليث ثجديث تقيد تريكا إغدجان إمزورة إلاق أتنحرز وإلاق أتنسنرني جغم ثلويث أرثم لليث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.